بلش احضر فطور لانه حرفيا انا كثير جوعانه. يعني بما اني كمان ما شربت نسكافيه حسيت الحليب مع النسكافيه علي حيزيدوا الوجع يعني، فقلت لا لازم ما اشرب نسكافيه. فمشان هيك شربت شوي كاسين متى مع عمار، حسيت بالجوع الزايد. هلا سيسي اكيد حتساعدني بالفطور، بس الفكره اني انا اليوم بدي اعمل شكشوكه وسينا ما بتعرف تعملها. ما قالوا هي كثير سهلة، بس أول شيء بدنا بصل، البصل مو بالبرنات، بس بدي أشوف شو ممكن. فلفلة، بدي أضيف له فلفلة كمان، عندي فلفلة، وراح أحط لها فلفلة، راح أحط لها بندورة وبصل، تمام؟ شو كمان؟ احنا ما عندنا من هاي مفتوحة صح؟ لا هي جديدة. اوكي خلص. زيت الماي. رح تيجي طلعي. طلعي مندوس، اللبنة. اصبري اصبري. اصبري. عشان تشلسي. هلا بدي بصل. اوكي. الاكلة الاساسية حتكون شكشوكة، بس انه يعني ناحة عادي نعمل تشكيلة. زيتون، الزعتر زيت ما بدنا. والله كثير كبيرة. ما اكلة همها كبيرة انه ما بدي احطها كاملة مع الطبخة، اكلة همها متفرم. ابعد عن الكاميرا. لا معلش عادي. انا بفرمها. ما في داعي تبكي كثير. انا بفهم. اوكي تمام. بس انا بتعرف شو بدي اياها؟ بدي اياها شرائح. ايه هيك دوائر. مو دوائر. لكن شلون شوارح؟ شوارح؟ شرائح صرنا شرائح. شرائح. لا شرائح. 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 لك الله يوفقك منغوص. هلا بتنمغص اكثر، هلا من عيونك بتنمغص هيك. ما عندي يا حبيبتي. لا حتى معلقة صغيرة بجنبك ماشي بصل، اعطيني رأيك. يا الله معلقة صغيرة جنبي. ايه مبارك. ها؟ مثل ما بقول لك ما حد دمعي. قول والله. والله ما حد دمعي، جربي. أنا هو أعطاني إياها بعد ما دمعتها. طب يلا جربي يا حتى معلقة صغيرة. أنا ليش بدي ليش أنا بتجربوا فيني؟ جربوا بحالكم. خلي أنا بدي أنا أقطع بصل معلقة. عادي. وين هو الناح وين؟ تمك تمك بدك حطيها. على عمار يلي بيقشر بصل، والبصل بيكون كتير حاد وبحط، بس اذا حط معلقة، بس اذا بتحطوا معلقة صغيرة بتركل ما رح تدمروا. سيدر يلا حاسة 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 عم تقيسي حرارتك انت حالك. يا عمار الوضع لهلا سيسي يعني بس ما دمعت كأنه ولا بلا بلشت الدم. هنا بلشت الدم. شو هالخرافية يا عمار اللي انت عاطيه لسيدرا؟ ايه جربت ليك عم تدمع بلش يعني ما بعرف بلشت البنت تدمع بلشت. لا لا طول سلامك ارجوني مش قادر مش قادر. بكي يا مالي بكوني بكوني بدي ابكي. اما طلع شكلي كثير بضحك هون بدي ابكي انا. خلص ابكي روحي انا عمار ما بعرف جيب لي لا بس يدري مشيت معه بالموضوع حطت المعلقة ايه طالع مثل البيبي هذول طالعين بيبي بيبي شاتت. شو بدي اعمل هلا عشان بدي اقطع؟ بس اقطعي البصل يا ام عليكي. شلون بدي اقطع؟ هيك هيك؟ لا 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 مو هيك. هيك يلا بعد. كثير كبيرة. ايه؟ شرائح. مو هيك الشرائح على فكرة. بلا انا هيك بدي اياهم يعني. هدول ما اسمهم شرائح. لك شو اسمهم؟ اوف انا مريضة مريضة ما حدا بيضايقني. ما اسمهم شرائح. طيب مثل ما بدك. انا مثل ما بدك كل يوم عم تبكوني كل يوم كل يوم عم تبكوني ماشي مشان تاكلوا مو مشان تاكلوا عم تبكوني ماشي
بورجيكم دي بكيتهم عليا عم تطعنوا بظهري سيسي قطعت البصل خلصت سيسي كثير بكيت وسبعت بكي وسبعت بكي حط الزيت على فكرة أنا بتعرفي شغلة بفكر إنه المسلسلات عن جد إذا بدهم يبكوا يحطوا بصل ليك أنا بالنسبة إلي لو بكون بمسلسل وعم مثل دور مستعدة ابكي من دون أي بصل مستعدة بدي ابكي شوفوني بدي ابكي شوفوني بس إني حوت وبقلي البصل بما تساوي انت هاد تساوي هون بعدين نعمل هيك لانه هي رح تبكي بعد شوي اعطيني بالله السكينة اعطيني السكينة وينا الدرج ما في خلص خلص عندك هي لو ما في يعني ما في عندك هي بالجري وبيني كلها كانت هون وين راحت بسم الله يا امي انا صار لي خمول بعد تقطع البصل انا بدي لحق افرمه عن جد والله عليك طبعا انا نمت شوي البصله على النار كرمال ما تحترق وبين ما تكون الفليت نحاول خليها ما كتير كبيرة شرائح ولا كتير صغيرة يعني هيك وصل لو كان في فلافل حدة كانت تطلع أكثر بس ما عندي فلافل حدة صارت عنا جاهزة بعد ما قليت البصل شوي اضيف الفلافل حقلي الفلافل وهلا شوي بقلي الفلافل مع البصلة وبعدها بفتح بندورة وبضيفها ضفت نصها تقريبا سيدرا هلا امبارح انا كنت عم دور على المعجي تمام كان تعرف عسيسي امبارح انا فتحت ما لقيت غير مكعب معجي وانا متذكره انه احنا عندنا كرتونه كامله لا 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 ما عندنا ما شايف هلا انا عم بتذكر هارجع انت حكمه مال اليوم بتساوي بيت تسوي فطور
مال حنا مال حنا مال انت مال انا مال انت مال انا عمار كثير بحب هاي الاكلة مو بس هو كلياتنا كثير طيبة هي خلصت من الكلاسة؟ هلا شو بدي اعمل؟ خلي البندورة لا لا خلص وجبنة رجعية ريحتها بتجنن بتجنن عمار مو نزل لتحت فجاب الاغراض طلع ريحة البصل معبية المكان مكان بيتي بس بتعرف شو بدي اعمل مع انه ما عندنا ماجي بهرة حبهرة شيء انه بنفس الوقت اخر شيء بهرة كمان هحط ملح فلفل لازم هسيب هذا تمام احط كمان رشة سبع بهارات الفلفل والملح بخليهم برا تمام هلا بنحرك بما انه البيض عندي صغير فبالعادة انا هي بحط له لما يكون البيض كبير ثلاثة او اربعة هلا بما انه البيض الصغير راح احط يا اربعة يا خمسة حشوف هلا انا كتير كتير عمار جايبه صغير بحس اربعة ما راح يكفوا يعني مشان البندورة ما تطلع شوفوا هذا شو صار شوفوا عشان البندورة او يعني الصوص اللي عملته ما يطلع اكثر من البيض فمشان هيك بحط الخمسة وشوف اذا بحتاج واحدة سادسة ولا لا بس اعتقد خمسة حيكون تمام مع التتبيلة هلا حضيف البيض فوق البندورة والبصل والفلفلة نوسعتها شوي بحس خمسة بكفة